اذا المشاهدين نرجع لكم في بث مباشر ثاني كما كتشوفوا الان بالصوره. هذا هو العلف اللي كان محمل بهذا الشاحنه الكبيره اللي انقلبت في هذا المداره هذه كما كتشوفوا الان بالصوره. الان كيتم نقل هذا العلف هذا عبر شاحنه اخرى. ربما الشاحنه راه عمرات بالعلف، غادي يجيبوا شاحنه اخرى. هنايا الحاجه اللي خطيره الان بعدا ما كاين حتى شي ضحايا باش نوضحوا للمشاهدين، هاد الشاحنه كتطلق واحد الزيت، هاد الزيت كيزلق بواحد الطريقه خطيره جدا. داروا واحد المحاوله هاد الناس ديال هاد الشاحنه هذه اللي انقلبت، هو انه هاد العلف هذا داروا بعض منه فوق هاد الزيت هذا باش السياره تسحب الدراجات انهم ما يزلقهمش هاد الزيت هذا كما كتشوفوا بالصوره. اذا مشاهدينا كنوضعكم في البث المباشر الثاني كما كتشوفوا بالصوره فهاد الحادثه السير الخطيره اللي وقعت في هاد المداره هذه هنا بمدينه المحمديه كما كتشوفوا بالصوره. هنايا كما كتشوفوا هنا بالصوره هذا هو الزيت. اذا هانتوما كما كتشوفوا الحجم ديال هاد العلف هذا اللي كان محمل هاد الشاحنه الكبيره هنايا ديال محمديه اللي انقلبت. الحمد لله ما وقعتش، ما كاين حتى شي خسائر بشريه، اللهم خسائر ماديه. كاين حضور قوي ديال السلطات، مشكورين على المجهودات ديالهم. بطبيعه الحال غادي يجيو رجال الوقايه المدنيه باش يرشوا الماء ومع واحد البرودوي باش ما يبقاش هاد الزيت هذا يزلق هنايا. اذا هانتوما كما كتشوفوا الان بالصوره، لان هاد الزيت هذا صعيب وصعيب بزاف. اذا شاحنة كبيرة اللي تقلبات بمدينة المحمدية في الطريق الساحلية كما كتشوفوا بالصورة. اذا بقوا معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر. اذا كمية كبيرة من العلف اللي انقلب من خلال هذا الشاحنة. بالنسبه للسيارات الديباناج راهم جاو تقريبا، غادي يجيو جوج ولا هذا باش انهم يرجعوا هذه الشاحنه الوضع الطبيعي ديالها. اذا هانتوما كما كتشوفوا بالصوره مشاهدينا كاين واحد الضغط كبير على هذا الطريق هذه وهذا المداره هذه في جميع الاتجاهات ديالها، خاصة هاد الوقيتة هادي كيكون الخروج ديال العمال كيكون عليها واحد الاكتظاظ كبير بزاف. اذا مشاهدينا غادي نكتفيو بهذا القدر هذا من هذا البث المباشر، وغادي نعاودو نرجعو لكم بعد قليل والتغطية مستمرة.